نصائح رئيس امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي. نصح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة طلبة الثانوية بحل سؤال واحد فقط من الأسئلة الاختيارية وليس جميعها حتى يستفيد من الوقت الزمني للامتحان، وقال أن المساحة المخصصة لحل الامتحان كافية، وإذا شعر الطالب بأنه تخطى الوقت المحدد فعليه أن يعلم بأنه يحل خطأ، وأكد أنه سيتم منح الطالب درجات على خطوات حل الأسئلة، مطالبا الطلبة بالتعود على طريقة إجابة أسئلة الامتحانات بوضع الإجابة في كلمات محددة وليس بطريقة التعبئة أو الحشو، مشيرا إلى أن امتحان البوكليت يتميز بالدقة في التصحيح ويقيس درجة فهم الطالب وموضوعيته وموضوعية في الدرجة التي يحصل عليها الطالب. كما نصح رئيس قطاع التعليم العام طلبة الثانوية العامة بكتابة مصطلح لاغي أمام السؤال الذي شك في إجابته ويعيد حل السؤال مرة أخرى. وطلب حجازي طلبة الثانوية العامة بكتابة مصطلح انظر المسودة في حالة أي رسم حتى يحصل على الدرجة كاملة، وتابع يجب على الطالب قراءة ورقة الأسئلة قبل بدء الإجابة على الامتحان والبحث عن الأسئلة السهلة التي يعرفها لتخفيف توتره وحتى يطمئن، وترك الأسئلة الصعبة للنهاية حتى لا يضيع وقته.